الجديد في قضية الأستاذ الدكتور طارق رمضان. القصة: الفاعلون المؤثرون، الفخ، القضاة والأبعاد السياسية والإيديولوجية. بدأت قضية الدكتور طارق رمضان قبل تقديم الشكوى الأولى في أكتوبر 2017، وبدءاً من عام 2009 كان بعض الأشخاص والذين كانوا مجهولون في معظم الأوقات ينشرون تعليقات ومقاطع فيديو على شبكة الإنترنت بهدف تشويه سمعة الأستاذ الدكتور طارق رمضان. إحدى هؤلاء الأشخاص والتي تدعى ماجدة أفصحت عن أنها كانت على تواصل مع خصوم طارق رمضان منذ عام 2010 من أمثال الصحفي المتقاعد إيان هاميل والناشطة النسوية المؤيدة لإسرائيل كارولين فوغيست والناشط اليميني المتطرف ألان سوغال. وفي عام 2011 قام جيل كيبل بإبلاغ أحد الصحفيين أنه سيتم تحطيم سمعة الدكتور طارق رمضان قريباً. وفي عام 2017 قام مسؤول من المخابرات الفرنسية بإبلاغ الأستاذ دكتور طارق رمضان أنه كان تحت المراقبة. قبل انطلاق قضية هارفي واينستين سعى مدونون للحصول على معلومات الغرض منها الإساءة إلى الأستاذ طارق رمضان، بل أحيانا كانوا يعرضون المال للبعض مقابل ذلك كالإدلاء بشهادات من أجل تحطيم سمعة المفكر الأكاديمي. في يونيو 2017 دعا المصور الإسرائيلي الفرنسي جان كلود الفاسي بعض النساء للإدلاء بشهادتهن ضد طارق رمضان من خلال مدونته، وكان ذلك في 15 أكتوبر 2017 أي قبل تقديم الشكوى الأولى، كما قام إيان هاميل بفعل نفس الشيء. ولقد قامت المدعية هند أياري برفع شكوى في 20 أكتوبر 2017، وفيها قدمت العديد من الروايات المتناقضة والتواريخ الزائفة، كما أنها كذبت على القضاة وزودتهم بوثائق مزورة إذ ادعت أن الأحداث المزعومة وقعت في أبريل 2012. ولكن وفقا لتقارير الشرطة الجنائية قامت المدعية عياري بالتواصل مع كارولين فوغيست في عام 2009 وقالت أنها كلفت من قبل ألان سوغيل بهدف نصب فخ لطارق رمضان، وهي كانت على تواصل مع المشتكيات الثلاثة الأخريات وجان كلود الفاسي. ولقد قامت المشتكية الثانية كريستيل برفع شكوى في 27 أكتوبر 2017، كما أنها كذبت أيضا أثناء جلسة الإدلاء بشهادتها، فهي اعترفت بأنها فتحت حسابات مزيفة على وسائل التواصل تحت اسم طارق رمضان وتحت أسماء نساء وهميات، وأقامت حوارات وهمية بين هذه الأسماء الزائفة، وادعت عدم معرفة المشتكيات الأخريات. ومع ذلك فلقد تواصلت بين عامي 2009 و2017 ليس فقط مع هند أياري وبريجيت، ولكن أيضا مع كارولين فوغيست وياسمين كيبل زوجة جيل كيبل وألان سوغال وأنتوان سفير وميشيل ديباك وجان كلود الفاسي، والذين هم جميعهم خصوم بارزين للدكتور طارق رمضان. ولقد اكتشفت الشرطة الجنائية أنه بين شهر مايو ونوفمبر 2017 أي قبل 6 أشهر من تقديم الشكاوى قامت كارولين فوغيست بتبادل 165 رسالة نصية أو مكالمة هاتفية مع هند عياري و116 مع كريستيل. في نوفمبر 2017 ادعى جان كلود الفاسي في التلفزيون الإسرائيلي إيفنت 4 أنه جمع عشرات الشهادات من شبكة الإنترنت، وكشف أنه كان على تواصل مع المشتكية السويسرية بريجيت، وذلك قبل 5 أشهر من تقديم الشكوى في أبريل 2018، كما أن بريجيت كانت على تواصل مع كريستيل منذ أوائل عام 2009 من خلال تبادل رسائل نصية عثرت عليها الشرطة الجنائية، أي أن كلاهما كان قد خطط لنصب فخ للآخر عن طريق ترتيب لقاء في فندق وأحضار مصورين لالتقاط الصور. تحدثت بريجيت أيضا عن أن الفخ مع شخص يدعى خليل زجندي وهو مدون بلجيكي قال علنا أنه يريد إسقاط طارق رمضان. وكذلك تواصلت المشتكية السويسرية مع ماجدة وإيان أمال وألان سوغال وكارولين فوغيست لمدة 10 سنوات.
ذكرت تقارير إعلامية أنه تم تقديم شكوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم الترويج لهذه الشكوى المزعومة من قبل زملاء كارولين فوغست في الولايات المتحدة، حيث قام الباحث المؤيد لترامب أيمن جواد التميمي والناشط المؤيد لإسرائيل دانيال بايبس بنشر عدة تغريدات يعلنون فيها عن الشكوى من قبل زميلة التميمي الذي يعمل في فرع الاستخبارات الأمريكية. هذه الشكوى غير موجودة. وبين أعوام 2004 و2010 قام دانيال بايبس بحملة لمنع الأستاذ دكتور طارق رمضان من دخول الولايات المتحدة. في 7 مارس 2018 قامت مونيا ربوش برفع شكوى قضائية، وقبل ذلك بيومين في 5 مارس أرسلت المصور الإسرائيلي الفرنسي جون كلود الفاسي صورتها إلى وسائل الإعلام. مونيا التي كانت محط انتقاد شقيقها محمد اعترفت له بأنها قامت برفع الشكوى بدوافع مالية. وفي أغسطس 2018 نددت مونيا علنا بجان كلود الفاسي ومحامي فرانسيس سبينر بسبب تلاعبهما بها ودفعها لتقديم شكوى اغتصاب، فهي تكلمت عن وعود كاذبة وعن تحويل أموال. في مايو 2019 تم تقديم شكوى قضائية جديدة من قبل صحفية تطلق على نفسها اسم إلفيرا، التي زعمت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل طارق رمضان ورجل آخر في 23 مايو 2014 في مدينة ليون، بينما كان طارق رمضان في نفس اليوم يستقل طائرة من مدينة لندن إلى مدينة بالتيمور في الولايات المتحدة الأمريكية. صديقها جان كلود الفاسي الذي لا يتردد في الظهور معها على شبكات التواصل الاجتماعي، كتبت إلفيرا في نوفمبر 2019 منشورات وتحدثت عن تورط جان كلود الفاسي في القضية، وقالت إنها تريد سحب شكواها. وللعجب أنه بعد عامين ونصف من التحقيق لم يحقق القضاة مع أي من الأشخاص المتورطين في هذه القضية حتى الآن. إن الأمر المذهل والمثير للاستغراب تماماً فيما يتعلق بالقضية هو أن القضاة في تجاهل تام للحقائق ولتحقيقات الشرطة الجنائية التي فوضوها بأنفسهم، حيث طلبوا أخيراً إجراء فحص علمي من الطبيب النفسي دانيال زاجيوري لمعرفة ما إذا كانت المشتكيات تحت تأثير السيطرة النفسية أم لا. إن استخدام هذا المصطلح السيطرة النفسية أمر مشكوك فيه ابتداء فيما يتعلق بالملف، إذ أن المشتكيات يعرفن بعضهن البعض، كما أنهن كن على تواصل مع خصوم طارق رمضان وتحدثن عن نصب فخ له قبل اللقاء به، وكذبن على القضاة عدة مرات وقمنا بابتزازه بعد ذلك. لذا من المستحيل أن يكن هؤلاء النساء تحت تأثير السيطرة النفسية. الدكتور زاجيوري وهو عضو في اللجنة العلمية لمركز أبحاث شيبوليث تشير إصداراته إلى توجهات إيديولوجية مزدوجة. من ناحية فإن شيبوليث مؤسسة مؤيدة للصهيونية بشكل جذري، ومن ناحية أخرى هذا المركز يعارض كل أشكال الإسلام السياسي الذي يقارن دائما بالفاشية والشمولية والعنف والإرهاب. كما إن من بين أعضاء الرئيسيين في مركز أبحاث شيبوليث كتاب وناشطين مؤيدين لإسرائيل ولهم مواقف علنية مناهضة لطارق رمضان من خلال ربطه المنهجي طوال 15 عاما بالإيديولوجية الشمولية للإخوان المسلمين والتطرف الإسلامي، وفيه ما لا يقل عن 16 عضوا وكاتب وصحفي وكلهم خصوم لطارق رمضان، منهم فيليب فال وفريدريك أنسيل وشمويل تريغانو ومايكل برازان وباسكال بروكنر وبيير أندري تاغييف. الدكتور زاجيوري نفسه يعمل على قضية الإسلام والتطرف، ولقد أشرفت اللجنة العلمية التي ينتمي إليها على مؤتمر حول جماعة الإخوان المسلمين كآخر إيديولوجية شمولية، والتي تم من خلالها ذكر طارق رمضان وانتقاده عدة مرات. إن توجه الدكتور زاجيوري الإيديولوجية ومضمون الأبحاث التي يؤيدها كونه عضواً في اللجنة العلمية لمركز شيبوليث تثير أسئلة عديدة. فمن إذن يصدق أن الدكتور دانيال زاجيوري قادر على القيام بتحقيق علمي موضوعي بعيداً عن أي تحيز؟ إن الطريقة التي يتم بها التحقيق في هذه القضية صادمة. هل الهدف الأساسي للقضاة هو فعلاً إظهار الحقيقة؟ إذ لم يتم احترام افتراض البراءة ولا سرية التحقيق،
فالهدف إذن على الرغم من الأدلة التي تثبت براءة الأستاذ الدكتور طارق رمضان هو تشويه سمعة إنسان وفصله عن جمهوره وتفريق المسلمين وقبل كل شيء تهميش المثقفين أو المؤثرين الذين يقومون بالكلام أو انتقاد السلطات أو التنديد بالظلم في فرنسا أو في فلسطين أو في اليمن أو الصين أو إفريقيا. لقد قامت السلطات الفرنسية والأمريكية والإسرائيلية والسعودية والإماراتية والصينية بتحذير الدكتور طارق رمضان مرارا وتكرارا، بل أنهم هددوه بشكل واضح، وهو رغم ذلك قرر عدم الصمت. القضية باختصار هي محاولة منسقة لاغتيال أخلاقي وفكري وسياسي للأستاذ الدكتور طارق رمضان. بعد أكثر من عامين من التحقيقات وعلى ضوء كل الحقائق الواردة في هذا الفيديو، إنه لمن المذهل حقا أن القضاة لم يحققوا مع أي من خصوم الدكتور طارق رمضان المذكورين في هذا الملف. إنه لأمر مخزن أن الأكاذيب المتناسقة للمشتكيات اللواتي تخططن وتعرفن بعضهن البعض لا تزال تقدم على أنها ذات مصداقية. والأسوأ من ذلك إن قضاة التحقيق لا يقومون فقط بإطالة أمد قضية خالية من أي فعل اغتصاب أو أي جريمة، ولكنهم أيضا يحاولون إنقاذ سمعتهم من خلال الطلب من طبيب نفساني لديه توجهات إيديولوجية لإثبات وجود سيطرة نفسية. يجب علينا بالتأكيد أن نسأل أنفسنا كمواطنين واعين وأحرار، بأي أيديولوجية أو تأثير سياسي يتعامل القضاة مع هذه القضية؟